صدمني ابو عبد الله من البدايه، قال لي ايش رايك بالعود هذا؟ شكله معتق، وعطنا رايك فيه ابو عبد الله. هذا عود قديم معتق مغشوش. مغشوش؟ اي نعم، خاصه في مجال العود. إيه؟ يكثر الغش في مجال العود. شلون؟ لان تعرف كميات الدهن فيه قليله، احيانا في 3 جرام ثم 20 25 30، فهم يحاولون يضيفون مواد حتى يكسبون، يعني يستفيدون من الكميات الزايده. طبعا نعرف العود الجيد من 3 اشياء. اول شيء المصدر، في بعض يعني بعض المصادر تكون ثقه، يعني يجيب العود من المصدر، من نفس المصنع، هذا شيء. وشيء ثاني، وهذا معروف، اذا اخذت العود وشميته طيب، واذا طول وياك هذا عود طيب. في شغله يعني معلومه ما ودي عليها جدال شوي، لكن بشوف الحين بنزل. شوف بس هذا اللي قبل شوي، اي ما راح تنتشر، شوف راح تكون مثل ثابته اللي قلنا عنه مغشوش. اي شوف هذه يعني كانها قطعه يعني كاكاو شيء. سبحان الله، شوف اي بدات تنتشر. ها بتنشال ترى، شوف شوف صراحه. اوف، الحين بنجرب العود الاصلي، شنو الفرق بينه وبين؟ طيب ينتشر بسرعه اذا نزل. اي نعم، يا رمز يا طيب. ايوه نزل، انتشر بسرعه. يعني شلون تشيله الحين؟ ما تنشال. هاي دليل على جمال العود ونقاوه العود. شوف ما في، يا سبحان الله. طيب الحين لو تشم هذا الاصلي، الحين شم القلاص. طبعا طريقه التبخير العود هذا له مصنع خاص وتبخيره خاصه، فما راح تشوفه الا مع التبخير والتقطير يبين. هذا الحين لو تحطه وتكتبه كذا يصير بقع كامله وتشيلها بيدك، يعني مثل الزيت السياره. أيه، مثل الزيت. أيه، مواد كيميائيه ما بعد طبعا، لكن هذا طبيعيه وسبحان الله انتشر. اي نعم، هذا ترى طبيعي وما في اي شيء. فطبعا المعلومه هذه قليل اللي يعرفونها،